ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ انا هسيب لها هي المقدمة النهاردة، انا انتوا بفاجئها. بتحرجيني ليه؟ انا سايبة لك المقدمة. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ احنا النهاردة بقى جايين لكم بتحدي جديد جديد من نوع، صح؟ جديد بالنسبة لنا احنا، اول مرة نعمله على القناة بصوا، بتاعتنا، احنا اصلا بنحب الايس كريم، فقلنا نتحدى بعض بالايس كريم ونشوف مين ايه اللي وانتوا هيكسب عارفين احنا التاني. طبعا في الشتاء الايس كريم بيبقى عامل ازاي. والساعة 2 بالليل. ده هي عماله تقول لي عباره عن طوبه. انتوا شايفين والله شكله عامل ازاي؟ والله التلج اهو، التلج اهو، شايفين؟ قاعده اقول حتى لها طلعه، ده بقى قالت لي التلج طلعه من الفريزر، طوبه. قلت لها لا. تقولي لا، فاحنا هيبقى ايه؟ نفتح فاحنا قلنا الاول بقى ايه نعمل معاكم التحدي. ايه التحدي ده؟ ايه ده الجامد ده؟ الجامد ده. الله، انا وهي طبعا من عشاق الايس كريم. شايفين؟ شفتوا الجمال، شفتوا الحلاوه. نبدا بقى ونسمي الله. هنبدا بقى ونشوف بقى مين ايه اللي يا هيكسب. لهوي، شوف التلج في الوش. ما انا بقول لك اهو، بصوا يا جماعه الساعه 2 بالليل. والله بسم الله. استني بس شوي. قلت لك اطلع برد، طلعوا بدري شوية، قلت لي لا. جميل، شكلها هترد العقاب. لساني اتجمد. سلام، هكسبها يا احمد، ما تخافش. انا اللي غلطانه، انا اللي قلت لها على التحدي ده. هي اللي فكرت، هي قالت نجيب كذا نوع. لا، ايه رايك القنبله دي؟ وقعدت تقول لجوزها والنبي انزل هات لي، والنبي انزل هات لي. اظن ده ما فيهوش سرقه. ومن موقعي هذا. اقول لاي حد يا داخل بين البصله وقشرتها عنوبك. انت عارفه انا بقول على ايه؟ اللي انت انت عنوبك. لا انت من نفسنا بس بنحبه. جميل، عايزه اقول لكم ان الكل نايم. مش سايبين الا احمد نايمناهم. بس مره كده لسه مخلصين التحدي. شكلي كده ما عندش هروح اعرف اعمل تحديات تاني. شكلها كمان مش هتقعد معانا هنا تاني. انت مش هعرف اخلعهم. تحفه. قلنا نسيبه شوية يفك. تقولي لا كده حلو يا بنت بقى طوبة. لا جميل، بيضرب في الدماغ. قلنا في النافوخ. مين هياخد المعلقة دي؟ مين بيحب الايس كريم في الشتاء زينا؟ حبايبنا اللي متابعينا. الساعة 2 بالليل قربت اخلصها. بقى من هواة ايه بقى؟ هما بيعملوا التحدي معانا؟ على بص. بص، خلصوا ولا مخلصوش؟ ما بتكتشفش الا بعد التحدي تلاقي نفسها بتبص. والله بيبقى مش قصدي خالص، غصب عني، بس انا ببص هم خلصوا ولا لا. طب ده خبي فين؟ اسرق ازاي يا ربي؟ ده احلى حاجه. يا سلام يا سلام يا سلام،
شفتوا ده بقى تحفه الحنفيه معايا مش شوكولاته سبحان الله الحنفيه شغاله بنفس ما بتغسل ايديها في حنفيه بسمله عارفين ملوش اتعشى انا اكلتني توستاي ده شبعان بطن ولعاني بس ده ما يتاخد على مية فوتيا يتعب لا انا ما انا بقى انا كنت بقى محضره من التحدي اللي كنا عاملينه النهارده انا كل ما ننزل لتحت بيتمد اكتر بصوا مش عارف مش عايز يطلع بس بص بص شايفين واضح ان كده قد ايه هي بتقور انا بعد نزل ما تبقى اللي فك شويه هي نصحة ما عادش قد والله انت لسه كده مين بقى تزعلش خلص كله بهطل بص 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 دي وجعني بص بص مش عايز يتكسر ربنا يسامحك اسمعوا شايفين ده المعلقه جمدت درسه مش ليه حلو كده راحت هناك انا هخلصها انا حتى لو هي انسحبت هخلص انا اصلا بموت في حاجه اسمها ايس كريم وانا ولا فاكره يعمل حفله الجلاتي جلاتي اختار لها حاجه ما تحبهاش قوي وانا بحبها قوي ومن لا تحدد سبحان الله احنا الاثنين متفقين على حاجات كتير اولهم الفسيخ اكتر حاجه هي بتحبها انا بحبها توافق يا بنتي انا وربي انا شايفه اكتر منك اكتر منك بقى لازم اتفرج بدل ما اقعد اعمل كده العبره من النهايه مش باين اصلا فلازم بقى اقول لها توريني اخويا بس البيت هدوء طبعا احنا كنا لسه عاملين حفله وقفلناها البنات عملوا تحدي البطاطس فهتلاقونا بنفس الهدوم كلنا بعد كده احنا عملنا تحدي الايس كريم سامعين الهدوء البيت هدوء اتفرجي على اللي هيتعمل فيه لما يشوفوا التحدي ده شنو الرول طبعا احنا بنتكلم على الاطفال محمد واحمد الحلوين التعميم كان بس لو كنا عارفين قاعدين جوه حرام عليك يا شيخه مش عايز القصر معلقة القصب معلقتي معلقتي جامد جدا من ايام جوازي ده اسمه ايه بيت طقم التوزيع على ايام بقى يا سلام انا كاني حاطه رجلي تحفه تحفة عز وأقوى قولي بقى عاقبها بإيه بس أنا هاخد دي كلها بس مش هحطها في بقي مرة واحدة عاقبها بإيه قولي
لا لا معلش بقى بنحارب. الله ياني 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 عليك يا ايس كريم. عيوني عليك يا اسناني. بدنا نفجأ قرب جدا. هكسبك بتقول السنان واللسان والزور وسقف البق. اه والله يعني يعني بروز الكلب بطن بيتزرق. ما اقولكمش كده حاجه كده هو بيزغزغ يا جماعه. اقول لكم بقى كان عايزين نعمله ايه. مش ده من كاساتا. اه اللي عايزين نعملها طبعا بتوع بورسعيد عارفينها. كنت هقدر عليها برضه على الاقل طول ما انت بتاكليها بتسيح. تاكل طول ما انت بتاكليها مش بتجمد. بس في نفس الوقت متعة تحفة. والعين نايمة بقى واحنا متمزجين. كل نايم بقى استحبت لورا. ولا وانتي ولا حد تالتنا. بقول لكم يا جماعه احنا بقى كنا نعمل تحدي. التحديات بتاعتنا نص الليل مفيش الا اخويا اللي قاعد بقى قاعد يتفرج علينا. طب ايه مالوش في الحاجات دي يعني. بطني انا مكمله اخد حقي. انا باخد المعلقه وارمي. مش شايفه ورمي كده على فكره تعادل. بس العبره بايه بالنهايه. حلوه ازاي كامه ازاي بضل على حلم ورمي. عارفه دي لو ساعد شويه هظبطها. هتنسحب هتنسحب زي الأمامة. زوري عارفين احنا لو بره حرمنا حاجه تعبنا يعني زورنا ولا حاجه ماما هتعمل فينا ايه؟ هتموتنا. ده هي نايمه جوه مش هيحصل اللي يحصل من وراها. اصل هي قالت لنا لا استنينا لما نامت ومحمد نام قلنا عملناها. ربنا يستر بقى الصبح اما تشوفه. هنفرجها بس احنا بنعوض اللي هيجي لنا الصبح. هتموتنا. قلت صوتك فين الفلانة اللي بتلعب في البيت اما الناس احنا انت صيغ شوية انت بتضحكي. والله انتوا ما مصدقين ده احنا هنردد بالجزء. اقسم بالله نايمين. ما تعرفش ان ده موجود في البيت. جبناه من على طول في الفريزر. هي قال لها نازل اجيب حاجه من تحت عايزه حاجه من تحت. قالت له لا جابوا بقى وعنف في الليزر. انا اللي تويته. خدت الشنطه طلعت رديتها على الثلاجه. انا بقول يا ابويا تشوفني بكره. انا بقول
مش انا يا ماما، مش انا، ده ابنك. ابنك بيضحك عليكي. قعدتنا مع بعض في سد. عمالة لفلفة. بطني، بطني مع الضحك. انا قربت اخلصها. ماما هتموتها الصبح. يا بنتي النزيكة، انت بتسهيني وتتكلمي على امي. انا بفتح بقي. معلش يا جماعه. وين انت معانا في الموضوع ده؟ مين اللي جاب الجيلاتي؟ مين اللي جاب الجيلاتي؟ ايس كريم يا بنت، ايس كريم. معلش بقى، الموبايل فصل. والله بس لسه بنكمل. لسه عاوزه اقول عليكم. هقول ايه؟ ان انا مش هتعاقب في اليوم مرتين. هقول ايه؟ ده الكارثة الأكبر لو محمد شاف التحدي ده. عشان أرهوله. وأي بقى بيمكن اللي هو اللي جاب الجلاد ده. قولي مش أنا. مبقاش الزور واللسان والبق بس. بقى كله تلك في تلك. او ربنا، شعور رهيب. احساس رهيب. يا دي ده اللي تحت جامد قوي. انصحكوا كل واحده تنيم عيالها وجوزها وتجيبوا واحده زي دهين في ليزر يناموا وتقعد بقى حتتك بتتك حتتك. يا سلام. حلاوة بقلاوة. الناس كده اللي فاكره تقولش كوبايه زقنانه. لو عندكم تحديات تانيه وافكار تانيه قولنا، قولوا لنا. بس انا هنام. اي حاجة عايزين اقولها. والله نعملها. ولا كنت ولا كده صغيرة. نجيب لها اتنين ولا حاجة. اتنين ايه؟ عارفين يا وفا هنا اهو. ما تاكليش الا لما تمشي. انتظرونا بقى ايه لحد اللي جاي. حاسس ان الجو ساعة قوي. زوري بجد جو ساعة بقى من جوه. مش حاسة، مش حاسة جوه يا جماعة. وربنا محسبيه خدل. وربنا بقى خدلان. تقفل بقى باللسان بالزول حاجة عجيبة. لا هنا هنا
يعني ايه اردى بنج؟ معلش بقى لو انا بعمل حركه كده ولا كده يا جماعه اعذروني. بسم الله عليك وانا حطيت على الحته قد ايه؟ شايفين؟ سلام سلام على بس مش هخسر. بصي مش هو التحدي اللي خلصها، احنا الاثنين انا خلصت. انتظروني في العقاب. انتظروني في العقاب. مرتين في اليوم؟ انتظروني في العقاب. ورجعنا بقى بالعقاب. انا كان نفسي اكلها حاجه تاني بس صعبت عليا صراحه، لان النهارده مأكلاها بن بليمون. فقلت تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ هخليها تمثل لكم حاجة تضحككم. انا عايزاكي تضحكيهم. مش دعوة. ضحكيهم. بس هي اي حاجة تضحك. يضحكوا عليها. وهم بقى اللي يقولوا. يعني ضحكوا ولا لا. يعني انت ولو ما ضحكتوش قولوا لنا في الكومنتات عشان اخلي طب يعني انت عايزاني امثل حاجة يضحكوا عليها؟ ايا كانت؟ ايوه. همثلك انتي. انا؟ لا. لا. بصوا انا هقلد لكم مرات اخويا في البيت بقى، مش هي بقى عايزاني اقلد في البيت. يا وائل يا وائل، حش عيالك مش عايزين يساعدوني. يا وائل يا بسمله، تعالي لمي الجزم يا بسمله. يا ماما انا تعبت يا ماما. دي بسمله. بنتي يا حنان، انتي يا بنت. انا بقول كده. ما تيجي تقعدوا معايا. انا بقول كده. هو ما تضحك بقى. الشريط مسك منها وبترجع لورا. مش انت اللي قلتي؟ خلاص. ماما مالكيش ده لمامتي انا بقى. ماما لما اجي اعاقبها ما تصعبش عليكي يا ماما. انا اللي هجيبها يا ماما. ما تتكلميش يا ماما. يا بسمة. بسمة نصحت. انت صحيت على الصوت؟ خلاص قلبي تاني. خلاص لا لا، اطلع اللي جوايا، اللي جوايا يطلع. قولولي خلاص. احمد انت زهقتني يا احمد، انت زهقتني يا ويل، حش ابنك يا ويل. خلاص انا ضحكت. خلاص خلاص كده. خلاص فضايح. بطلي فضايح. انا اللي غلطانه. انا كده مش بعاقبها، انا بعاقب نفسي. ايه رايك؟ والله انا بعاقب نفسي. انا كده بعاقب نفسي والله. ماشي 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 ماشي. ايه خلاص اهدي. خلاص انا بعاقب نفسي يا جماعه، انا اسفه والله. انا قلت اعاقبها هي اللي عاقبتني. هاتلي تورته، هاتلي جاتوه يا ويل، وانا اكسب فيه. هكسب يا ويل. انا بقول كده يا ويل. ماشي يلا. ما تنسناش بقى في اللايك والشير وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. انا سبت لها المقدمه والنهايه. والسلام عليكم.